ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده الفعوري بريتا دي دريل. اوكي طبعا اللي بعت لي الاغنيه دي معاذ، ومعاذ دايما بيبعت لي دريلات. اوكي كان بعت لي كام دريل كده قبل كده مصري، وما كانش عاجبني قوي عشان كان فيها شويه حسيت ان هو شعبي. فطبعا انا الاغنيه دي سمعت منها حته وقلت له بس انا هعملها، بس سالته اول حاجه لان سمعت لهجه مختلفه، قلت له ده منين؟ قال لي ان هو من الاردن، وانا شخصيا بحب الاردنيين، بحب بقيه العرب بس الاردن ليهم معزه خاصه عندي، عشان وانا صغير كان صاحب اخويا، كان لما اخويا بيبقى مسافر ولا اي حاجه كان هو بصراحه هو اللي كان بيبقى واقف جنبي لو في اي مشكله في اي حاجه، كان هو الوحيد اللي بيقف جنبي، كان اردني. اوكي اصوله اردني بس عايش في مصر. اوكي وكان بيتكلم مصري عادي يعني. ما علينا، اول حاجه عايزين نعرفها بس عشان ده بقى الانترو بتاعي تقريبا، ان هو لازم اعرف نفسي شويه. اوكي انا ما كنتش بسمع عربي خالص، اوكي ولسه بادئ بقى لي شهرين حاجه زي كده، ما كنتش اعرف ناس كتير قوي يعني. فورتكس ما كنتش اعرف فورتكس بالنسبه للوطن العربي يعني، وابي يوسف لو انتوا عارفين ابي يوسف، انا عارف عشان تقريبا اغلبكم هيبقى اردني الموجود دلوقتي. ف اوكي ده اول مره اسمع في الفعوري. اوكي خلينا نخش على طول الاغنيه ويلا ليتس جو. بدايه كده بريتا في الصندوق مش الكامل ملقم، لو فكر انه يبوق عصف طلاق بيدندن، ولد قاعد بتتقردن من رخايس المعدن، قل لعمين بتتمرجل شق وحطه على المنقل، حب البيف زد خردل فرزات شبل بس ومهندل، حب البيف زد خل مخردل شق وحطه على المنقل، حب البيف زد خردل بيز البيض صح؟ بيز تقريبا بيز. هو على فكره انا عشان بس لو حطيت ده هيبقى دوتش. اوكي مش لو فكر انه يبوق عصف طلاق بيدندن، ولد قاعد بتتقردن من رخايس المعدن، قل لعمين بتتمرجل شق وحطه على المنقل، حب البيف زد خردل فرزات شبل بس ومهندم بيت بريطاني. هو الاردنيين بيقولوا على الفراخ فروج او فروج حاجه زي كده، وكان في دولة تانية كانت بتقولها فراخ اسم تقريبا حاجة تانية خالص غير فراخ والفروج. انا السماعات بقى صحيح لو في حد جديد، انا بالسماعات بقى بقول كلام ملوش اي 30 معنى اصلا، فلو غلطت ولا اي حاجة بس بصلح بلحق نفسي. فروج او فراخ بيبقى في اسم، في ليه اسم تاني كنت سمعته قبل كده وكنت مستغربه جدا اسم الفراخ. ما علينا، انا جايبه من لندن وقتي غالي معلش، وان اعطيتك وش عادي عليك اتمنى، لو معارك تتحدم سيفي جاهز ومسنن، سيفي جاهز مسلول ما بنحلف غير عشارب مفتول في غروب الشمس يشرقها، الفزعة هي بتحركنا عظامك احنا نطرطقها، اخوان خسا مش اي كحبة ما تغلط مرة نمرقها، ثاني خاطر امك مرقها، الثالث نجيك بجيش شرطك غير نهدم دارك. معاذ هو ده الدريل. ما تحطليش سكسكه، ما تحطليش حاجات بلدي اوكي، وتقولي ده دريل ومفروض ان انا اسمعه واقول لك اه برافو واو جميل. ده دريل. حتى صوته الصوت اللي هو اللي بيبقى تخين ده هو اللي بيليق على الدريل. اوكي يعني سامعه، انا عارف ان هو بيتكلم عربي ومقبول يعني، اللي هو مش اللي هو متضايق، لكن اللي انا سمعته قبل كده اللي هو ما كانش عاجبني، وفعلا ما كانش عاجبني لان ما كانش حلو فعلا. اوكي انا هنا بقول الحاجه اذا كانت حلوه ولا وحشه، اوكي وده مش هيفرق مع اي حد في حاجه. اوكي يعني ممكن اسمع الفعوري تاني وممكن اغنيه ما تعجبنيش، اوكي عادي، بس كبدايه ان انا اسمع له من اول اغنيه، لان في كذا حد بسمع له قبل كده برضو، سمعت له قبل كده وكان برضو عجبني، فبالنسبه كبدايه هي عجباني. اوكي كبدايه للشخص ذات نفسه ان انا اسمع له حاجه تعجبني، كبدايه ليه هو
بالنسبه لي ولي يعني، يعني اللي هو ببقى ما يعني اللي هو ببقى حابب ان اسمع له تاني، او اللي هو لو سمعت له حاجه وحشه اقول مش مشكله، سمعت له حاجه قبل كده كانت حلوه يعني، بيبقى عندي الحته دي اللي هو كان في حاجه حلوه. لكن ان انا ابدا بحد اول مره، واول مره تبقى الاغنيه مش حلوه ومفروض ان اسمع له تاني، ببقى اللي هو فاهم اللي هو انا اول مره سمعت له ما كانش قد كده، فاهم؟ لان انت بتاخد باول مره، فاهم؟ ما اعرفش اذا كان كل الناس كده ولا لا، بس انا اعتقد كل الناس كده، اللي هي بتاخد من اول مره تسمع للشخص ده يا يعجبها يا ما يعجبهاش، لو ما عجبهاش خلاص مش تسمع له تاني. فكبدايه للفعوري انا عاجبني جدا، انا شخصيا حاليا بصراحه انا عايز اسمع له كذا اغنيه تانية، ويا ريت يكون بيعمل دريلات اكتر من كده. اوكي انا مش عارف مين اللي عامل له البيت او اللي هو بيغني عليه الدريل ذات نفسه، بس برينس بيفهم يعني، عامل حاجه بيفهم. اوكي اللي هو مش مزود، مش عامل حاجه تشمئز منها كدريل، فاهم؟ لو الناس بتسمع دريلات يو كي دريلز هتلاقي ان هي شبيهه قوي، فاهم؟ تحس ان انت بتسمعه بس على العربي. انا مش عارف اذا كنت انا عرفت اشرح لكم ولا لا، بس اتمنى يكون وصل لكم الرساله بس مش اكتر. واك نجي ونخردقها البريتا في الصندوق مش كامل ملكم ستايل ده برضو. واك نجي ونخردقها البريتا في الصندوق مش كامل ملكم. الشخص ده بيفهم فوري، بيعمل حاجة بيفهم بيفهم بيفهم، لان الدريلز اغلبهم بيعملوا برضو نفس القصص كده، بس بيبقوا لابسين ترنجات وحاجات كده اللي هو شغل اديداس وشغل مش عارف ايه. بس طبعا انا معتقد عندهم في الاردن جو حر، فعشان كده مش هيلبسوا ترنجات اوكي، عشان هتت فيديو يفتصوا. لو فكر انه يبوق عصف طلاق بيدن ده ولده قاعدة تتقردن من رخايص المعدن. رأسي ترجليدي هي دي اللي انا كنت بدور عليها قبل كده، هي دي الرأسة دي كنت بدور عليها قبل كده. فكر انه يبوق عصف طلاق بيدن ده ولده قاعدة تتقردن من رخايص المعدن كل عميل بتتمرد. دريل صح، بيغني صح، صوته صح على دريل اوكي، لايق عليه. رقصهم لبسهم لحد ما طبعا عشان الجو حر، اكيد انا متاكد ان كان جو حر فشخ عشان كلهم لابسين تيشرتات. اوكي كفايه ان هم لابسين ماسكات بصراحه، انا مش عارف هم طايقينها ازاي، بس انا اعتقد جايبينها خيرهم من ماسك. بس يعني ككل هو حلو، لكن لو كان في شتاء كان لبسوا بقى ترنجات وبتاع، كان الفيديو ده كان هيبقى جامد فشخ. هو فيديو حلو بصراحة. رجال شبكوا حط على المانجا، نحب البيف زد خردل مش غالي عادي بتتبدل، ما انت بدو علش بتتمثل فرصة نحنا بنقش وانت عي حتى الماسكات يلصوص في العش الماسكي بينكو كيف بتتسل من بصمة سقط تدشن تروح من بينك او بينك، بس ده تقريبا يعتبر فوشيا صح؟ لو مهشم هشم تروح منه مذلول طلق بيذلف على سطحك مبلول ملح البارود نغرقها جيوش باليد نحركها نجومك احنا نبرقها قصص جيوش بالايد احنا نحركها فدو كيف احنا بنطرنبها اطلق عوجه سددها عين مين يحددها وشفتوا حال كوروس الروس على صدر المنسف احنا نشربها البريتا في الصندوق مش كامل ملقم لو فكر انه يبوق عصف طلاق بيدن داون انت قاعد بتتقردن من رخايص المعدن كل عميل بتتمرجل شك وحط على المانجا نحب البيف زد خردل البريتا في الصندوق مش كامل ملقم لو فكر انه شفايفها حلوه بوق عصف طلاق بيدن داون انت قاعد بتتقردن من رخايص المعدن كل عميل بتتمرجل شك وحط على المانجا نحب البيف زد خردل اوكي معايز شكرا 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 فشخ على الاغنيه دي. اوكي انا عجباني وهو ده الدريل. طبعا انا لما قلت له انا خلاص انا هعملها او سمعت حته كان في نصها تقريبا، كان مش عارف ممكن تكون هنا كان ورا منه بتاع اصفر كده، سمعت منها جزء ما كملتش 3 ثواني تقريبا، وبعد كده كتبت له قلت له اوكي انا هعمل على الاغنيه دي. الكلام ده كان امبارح. اوكي فطبعا هو كتب لي انا كده بس انا عرفت انت دماغك في دريل عامل ازاي، فهو ده دريل هو ده اللي هو فاهم صح، يا تعمل حاجه صح يا ما تعملش خالص. اوكي ما علينا الاردن حبايب قلبي بحبهم جدا جدا، الدوله تقريبا الوحيده اللي ليها عندي معزه خاصه الاردن بالاخص. اوكي
اوكي عم بين. اوكي بحب الدول التانية بس دي عشان انا قابلت ناس منها في مصر واغلبهم كدين. يعني صاحب اخويا اللي انا حكيت عنه اللي هو اخويا وهو مش موجود ده كان اخويا بالظبط. يعني لما كان كنت ساعتها صغير كان بيبقى مثلا بلعب كوره ولا اي حاجه وحد يجي يرخم عليا وبتاع ويبقى في مشاكل ولا اي حاجه بتبقى بيبقى اكبر مني شويه سن. فطبعا اجيب لهم مين؟ اخويا موجود هنا في ايطاليا وبتاع. فطبعا كان هو طبعا اكلمه بصراحه كان بيجيب لي حقي تالت ومتالت كمان. ومش حاجة انا بس كان برضو ساعات احيانا ان اصحابي كانوا بيبقوا مثلا في مشكلة ولا اي حاجة مع اصحابي وبعد كده اتدخل انا وبعد كده تبقى مشكلة اصلا بسبب اصحابي فهو يتدخل بصراحة. يعني غير كده طبعا لما كبرت شوية من كام سنة خالتي اتجوزت برضو واحد اردني وشخص كويس جدا. فاللي هو كل فكرتها عن الاردنيين ان هم ناس كويسة. فطبعا معزتهم عندي من صغري وكبرت شفت حد كويس تاني اردني. فالاردن ما عنديش اي كلام تاني اقدر اقوله غير ان هم من احسن الناس الموجوده في الوطن العربي من احسن الناس. اوكي ده اللي اقدر اقوله. بس يا رب يكون الرياكت عجبكم. اوكي الرياكت بتاعي انا عارف ان انا مش اغلب الرياكت كان على الـ على الـ على الكلام. اوكي انا بركز في الرياكت برضو في الفيديو ممكن بيت وبتاع بس انا في الاخر ما عرفتش مين اللي عمل بيت. تخيلوا سيكا سيكا بروديوسر هو سيكا. اوكي سيكا سيكا برودكشن برودكشنز. اوكي سيكا برنس فشخ. انا اتمنى يكون فاوري بيعمل مع سيكا تاني. يا ريت ويكون دريلات اوكي بس تكون مختلفه شويه يعني يبقى فيها حاجات مختلفه ما تكونش نفسيه بس ما يكونش مدخل حاجه بلدي عشان هيبوظها. اوكي وبعرفوا اني لو في اغنيه تانيه لي حلوه دريل حاسين ان هو دريل مقبول ان هو يتسمع اكتبوها اكتبوها ام داون في اي حاجه في اي حاجه اي حاجه حلوه انا هتلاقوني دايس فيها. ما علينا ده كان رياكت. يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وكل سنه وانتم طيبين ويلا تشوس.